ريهام حاضر طبعا، الدعاء بظهر الغيب ندعي للأستاذ محمود اللي في غيبوبة بسبب حادث، دعاء بظهر الغيب مجاب بإذن الله، وربنا يلطف بكم جميعا ويلطف بأهله ويلطف بوالديه لطفا عظيما من حيث لا تدرون ولا تحتسبون إن شاء الله. يا رب يا لطيف يا لطيف الألطاف، نجنا مما نخاف. يا لطيف الألطاف نجنا مما نخاف. يا لطيف الألطاف نجنا مما نخاف. أستاذ حسام، أنا بسمع ولادي القرآن بيفروا، لكن لما يسمعوا الأغاني على طول عايزين بينبسطوا وبيبقوا فرحانين بيها. دي طبيعة الدنيا، طبيعة الدنيا. طيب أنا ولادي ينبغي أن أنا أوجه من غير إلحاح، مجرد أن أنا مشغل القرآن في البيت وهم معتادين بيشوفوني بمسك القرآن وأقرأ القرآن، بيشوفوا أمهم ليها ورد في اليوم، أنا ليا ورد في اليوم. مش كل حاجة، في حاجات بتيجي بالتوجيه المباشر وفي حاجات جزء منها توجيه وجزء منها قدوة، يشوفك أنت على الحال ده وما يكونش الأمر إلحاح بصورة تنفر وتكرهه. الأمر بيحتاج إلى تدرج وتدريب منذ الصغر وتحبيب، تحبيب الأطفال دول في قراءة القرآن وسماعه. إني مثلا يبتدوا يحفظوا، يبتدوا يقروا على حد، وأكيد هيبقى جزء من الوقت مش كل الوقت، ده اتصال بالقرآن مبارك، يتعلموا ازاي مخارج الحروف، يتعلموا ازاي يتصلوا باللغة العربية اللي هي اللغة الأم بتاعتهم فيرتبطوا بالثقافة بتاعتهم. وأبتدي أعمل لهم بقى أنا مكافآت على الأمر ده، أعلق الخروج والفسح على حفظ القرآن كده، إحنا اتعلمنا وإحنا صغار. ولا مانع في وقت الترفيه يسمعوا من الأغاني الطيبة، والأغاني اللي ما تعجبناش نقول لهم ده مش لا يرقى بالذوق، كلماته خادشة لا ترقى بذوق الإنسان، لأنه ده فن راقي، الفن الراقي بما يقدم فيه من كلمات طيبة وألحان طيبة، مش حاجات يعني إزعاج، لا تربي في الإنسان النواحي الفنية الراقية، إنما تربي فيه تشويه، بتشوه النفوس. وأختار وأعينهم وأقول ده صح وأقول ده غلط، وأوجه إليه بلطف وبين الحين والحين، وأفوت مرة وأنبه، يعني أفوت كذا مرة وأنبه مرة، وهكذا أكون مركز مع أولادي. لكن لازم يبقى معاهم حد بيقرأ، يشوفونا وإحنا بنقرأ القرآن، اتصلنا بالقرآن اتصال حياة كاملة، تصرف لما يجي يقول كلمة مش مظبوطة فنوجه بالقرآن، صوته يعلى فأنوه وأنبه بالقرآن، ما أنا القرآن بسمعه وبتعلمه عشان أتصل بأنواره، أتصل بعظاته، أتصل بهداياته، أتصل بما فيه خير عظيم يزكي النفوس ويحسن الأخلاق مع ما فيه من بركات وأنوار. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم وأولادنا وذريتنا إلى يوم الدين من أهل القرآن الكريم، حفظا وتلاوة وعملا وإخلاصا فيه وإقراء وتعليما وفهما وتدبرا، اللهم آمين أجمعين، وأكثر من الدعاء بذلك. أخي الفاضل.